لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد قراءة سريعة لأهم العناوين. في موقع يقين نت، سومو تعلن تسجيل أعلى إيراد مالي للعراق منذ 2014. في موقع ميدل إيست، العراق يدخل حربا جديدة بسبب تداعيات أزمة الجفاف. في صحيفة المدى، النفايات تغزو الشوارع في السليمانية ومخاوف من تفشي الأمراض. في القدس العربية، العراق سجل في فبراير أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات. في شبكة CNN، روسيا تستعد لنشر ما يقرب من 1000 مرتزق في أوكرانيا. في العربي الجديد، 620 عراقياً وصلوا إلى بولندا قادمين من أوكرانيا. وفي صحيفة الجارديان، روسيا نقلت الأرض المحروقة من حلب إلى أوكرانيا. السلام عليكم. من مجلة الجاردينيا نبدأ ونقرأ مقالة للكاتبة ولاء سعيد السمرائي، وأيضا نشرته صحيفة العربي الجديد، حيث تقول: في السنوات الأخيرة تظهر الخلافات بين أشرار العملية السياسية أنها تتعلق حصريا بالمغانم من مليارات المال العراقي العام وثرواته، وما يكون الأكثر تبعية وانصياعا وتنفيذا للأوامر التي تأتي من وراء الحدود. وقبل ذلك بعدة سنوات كانت المهاترات سرعان ما تختفي حال مجيء المسؤول الأمريكي أو قاسم سليماني جنرال الحرس الإيراني المغتال ليضع حدا لما يجري. ويبدو أن هذا الوضع كان مريحا ومناسبا للجميع، إذ لا يكلف أي واحد منهم سوى أن يكون منفذا لدور مرسوم له لا يتم تخطيه في أي حال من الأحوال، في مقابل مليارات من الدولارات وليس ملايين. ما يسمى اليوم في العراق بالأزمة المالية والحديث الواسع حول سعر صرف الدولار وتضرر العراقيين منه وافتعال قضية استجواب وزير المالية ليس إلا مشكلة حزبية بين طرفين، أحدهما التيار الصدري ولأسباب مالية تم الكشف عنها من قبل العارفين بكواليس الصراعات الداخلية. إذ وقبل أن يشكل التيار الحكومة بدأ أتباع الصدر بالتحرك لنسخ الأحزاب الأخرى في تأسيس مصارف خاصة بهم تقوم بما يعرف العراقيون اليوم أنها لنهب ثروات العراق وميزانيته وتبييض الأموال العراقية لصالح إحدى الدول، وقد تم رفض طلبهم. مع تسويق موضوع الفساد من جديد للحكومة القادمة يتعزز اليقين بأن هذا الموضوع هو الكذبة التي اختارتها شركات العلاقات العامة للاحتلال ووكيله الإيراني لتسويق حكومات مقاولو الهدم، وأن أحزاب العملية السياسية يرددون ما يطلب منهم بالحرف. الأكثر من ذلك فإن هذه الأحزاب وأشخاصها لم يعودوا يهتمون بما يقال عنهم ولا عن العملية السياسية، إذ إن كل ما يهمهم هو الغنيمة الجديدة في كل حكومة تتشكل، ولأنهم اليوم يتهمون بعضهم البعض ويفضح أحدهم الآخر بالملايين والمليارات التي يجنونها من المال العام والتصرف به. لقد تفوق وكلاء التهديم في العراق بكل ألوانهم وراياتهم الكاذبة على أمثالهم في التاريخ القديم والحديث، سواء في العراق أو منطقتنا أو لدى الأمم المتحدة. من يتابع ما يجري منذ 18 عاما على أيدي هؤلاء الأشرار يصدم لمدى الأذى والتخريب والتدمير الذي لحق بالعراق وشعبه. هؤلاء تفننوا في الشر وبيع كل شيء في سوق المضاربات. لقد أدرك الشعب العراقي الذي قاطع الانتخابات الأخيرة أن العملية السياسية دمرت العراق ولا أمل منها. نقرأ مقالا للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21، جاء فيه: وقعت في العراق جملة من الحوادث التي هزت الضمير الوطني،
وآخرها العفو غير المبرر الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح لتاجر المخدرات جواد لؤي الياسري وهو نجل محافظ النجف السابق والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نور المالكي. الياسري الابن مجرم وتاجر مخدرات ضبط بالجرم المشهود في عام 2017 بتهمة المتاجرة بكميات كبيرة من المخدرات. قوبل العفو الرئاسي بموجة هائلة من ردود الفعل الغاضبة وضعت الرئيس في موقف محرج جدا، وبالذات ونحن نتحدث عن شخصية عازمة بقوة للترشح ثانية لرئاسة الجمهورية. وقد وجه رئيس الجمهورية بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم، وأمر أيضا بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدانين وإعادة إيداعهم المؤسسات الإصلاحية مرة أخرى. هذا البيان الرئاسي الخطير يسجل سابقة خطيرة، فلم نسمع بأن مرسوما جمهوريا تم التراجع عنه في أي عهد من عهود الجمهورية العراقية. أيضاً فإن الرئاسة رمت المسؤولية القانونية على عاتق رئيس الحكومة، وعليه كيف خاطبت رئاسة الوزراء مكتب رئيس الجمهورية لاستصدار مثل هكذا عفو. ثم كيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يعفو عن تاجر مخدرات خطير وزعيم عصابة ألقي القبض عليه بالجرم المشهود ومحكوم بالمؤبد؟ فهل المستشارون القانونيون في رئاستي الوزراء والجمهورية لا يفقهون الدستور والمحددات القانونية؟ وهل رئيس الجمهورية مع القضاء أم ضده، وهو الذي أقسم على صيانة استقلال الدستور والقضاء والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد؟ إن أخطر ما في الموضوع أن قرار العفو نفذ مباشرة وإن المجرم المعفو عنه وصل إلى لبنان وهنالك من يقول إلى إيران. بالمحصلة المجرم المطلوب الآن خارج العراق ولا يوجد أي أثر قانوني لبيان رئاسة الجمهورية الأخير. حول العراق وثمن التوقيع الإيراني على الاتفاق النووي، كتب فاروق يوسف مقالا نشرته صحيفة النهار، نستمع إلى جزء منه. كان من المفترض ألا يكون العراق ثمنا لتوقيع إيران على الاتفاق النووي الجديد. ما شهده العراق في العام 2019 من احتجاجات شعبية مليونية قدم صورة عن عراق مختلف عن ذلك العراق الجديد الذي اخترعه الأمريكيون بعد احتلالهم باعتباره بديلاً عن العراق التاريخي. غير أن تلك الصورة لم تكن حاضرة في مفاوضات فيينا من جهة ما تشير إليه على مستوى مصير المنطقة والصراع المحتمل إذا ما استمر الإيرانيون في سياساتهم في تبني الميليشيات المسلحة ودعمها. فالأمريكيون الذين يحثون النظام الإيراني على التوقيع على الاتفاق الجديد الذي سيكون كما تقول التسريبات نسخة معدلة من الاتفاق القديم لم يقدموا لدول المنطقة الخائفة التي ليس من ضمنها العراق أي ضمانات تتعلق بإمكان أن تقوم معادلة سياسية في المنطقة يتخلى النظام الإيراني بموجبها عن سياساته العدوانية القائمة على التوسع من خلال أتباعه الذين يحاربون بالوكالة عنه. في ظل ذلك الوضع الغامض الذي توحي إيران بأنها ستخرج منه منتصرة، سعى العراقيون بما يمكن أن أسميه أضعف الإيمان لكي يدخلوا جزءاً من النظام السياسي القائم في امتحان أخير. حدوده القصوى تقع في الإصلاح ومحاربة الفساد، ومن أجل ذلك الهدف لم يقاطع الجميع انتخابات عام 2021 ذهب إليها المستفيدون من نظام المحاصصة، فإما يقرر النظام بكل تركيبته غير المنسجمة الانتحار، وإما يطفو على السطح جزء منه وتغرق الأجزاء الأخرى. ويضيف الكاتب: إيران مقيمة في العراق ليس لأنه مولها بالعملة الصعبة بطرق شرعية وغير شرعية عبر سنوات الحصار الأمريكي الذي فرض عليها فحسب، بل وأيضا لأنه يشكل أهم جبهة من بين جبهات حربها العقائدية المفتوحة ضد العالم العربي، ولأن العراق لا يمكن أن يستعيد ثقله في إطار محيطه العربي إلا إذا محى شبهات ارتباطه بالمشروع الإيراني. فقد انصب اهتمام المحتجين الشباب عام 2019 على رفض أي شكل من أشكال الهيمنة الإيرانية ومن ضمنها الميليشيات.
نشرت مجلة إيكونومست تحليلاً استعرضت خلاله التحديات الداخلية التي قد تواجهها روسيا بعد الحرب على أوكرانيا. وقالت المجلة إن هذه التحديات تذكر بمحاولة الانقلاب في صيف عام 91 على آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف. وتحدث التحليل عن وجود أزمة في المتانة العسكرية لدى الروس برغم محاولة الرئيس فلاديمير بوتين تحسينها بشكل مضمن بعد الحرب مع جورجيا عام 2008. بالنسبة لأولئك الذين لديهم ذاكرة بعيدة، تبدو موسكو حالياً أنها مشابهة بشكل غريب للطريقة التي كانت عليها أثناء محاولة الانقلاب في آب أغسطس عام 1991. بالتأكيد لا توجد دبابات في الشوارع هذه المرة، فالدبابات في مكان آخر، لكن قوات الأمن التابعة لمكتب الأمن الفيدرالي لديها سيطرة أقوى بكثير على المدينة والبلد. مقارنة بأسلافهم في الكي جي بي خلال جهودهم الأخيرة لإنقاذ الاتحاد السوفيتي قبل 30 عاماً، وهو الجهد الذي عجل بانهياره النهائي. يبدو أنه لا يوجد مجال اليوم لمقاومة مثل تلك التي جعلت بوريس يلتسين رئيس الاتحاد الروسي في ذلك الوقت بطلاً بالنسبة لروسيا، ولكن في بلد يتحول بسرعة إلى نظام استبدادي، حيث سيصادق البرلمان قريباً على قانون يسمح بالحكم بالسجن لمدة 15 عاماً على كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة حول تصرفات القوات المسلحة الروسية. لم يكن لدى معظم الروس أي فكرة عن أن بلادهم كانت في طريقها إلى الحرب إلا قبل ذلك بقليل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الفكرة غريبة حيث تم الكذب عليهم. إن مشاهدة الحصار الدموي المطول على كييف من شأنه أن يزيد من غضب الرأي العام في أجزاء كبيرة من العالم، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى عقوبات أشد على روسيا بحسب الصحيفة. مع استمرار الهجوم الروسي والتقدم البطيء الذي يحرزه الجيش على الأرض، رصدت مجلة شبيغل الألمانية أهم الأخطاء التي وقع فيها الرئيس فلاديمير بوتين في هذه الحرب، معززة موضوعها بآراء خبراء استراتيجيين من حلف الناتو وأيضا خبراء مستقلين. وبحسب المجلة فقد تمكن الناتو من متابعة العملية العسكرية بطائرات الاستطلاع، إذ هاجمت القوات الروسية أهدافاً في جميع أنحاء البلاد بصواريخ كروز، وما رآه محللون ناتو بدا مألوفاً، فقد بدأ الغزو كما توقع الاستراتيجيون العسكريون في جميع أنحاء العالم بهجوم من النوع الذي يتم تدريسه في الأكاديميات العسكرية. لم يحقق الجيش الروسي حتى الآن سيادة جوية كاملة على أوكرانيا، ولا تزال كتائبه تتعرض للهجوم الجوي من الجانب الأوكراني. كانت الخطوة التالية تتمثل في قيام الطائرات المقاتلة الروسية بتدمير بقية الأسطول الجوي الأوكراني واكتساب التفوق الجوي، لكن هذا لم يحدث. تتابع المجلة أنه لاحقاً ارتكب القادة الروس الخطأ الجسيم الثاني. لقد أرسلوا قوات برية إلى البلاد بالكاد محمية وفي وحدات صغيرة جداً، ويرى التقرير أن القوات المسلحة الروسية لم تتوقع مقاومة جدية من الجانب الأوكراني. على ما يبدو صدرت أوامر للقوات بالتقدم بسرعة ومحاولة تطويق المدن الرئيسة بدلاً من التقدم في وحدات كبيرة ومشكلة كما تملي العقيدة الروسية عادة. من المحتمل تماماً أن يكون قادة روسيا قد وقعوا ضحية دعاية خاصة بهم بأن الأوكرانيين سيكونون سعداء بتحررهم من النظام النازي المزعوم. يبدو أن قلة قليلة من الناس في موسكو توقعوا مقاومة السكان، وأن عشرات الآلاف من الأوكرانيين سيحملون السلاح ويدافعون عن بلادهم. وقد أدى التناقض الواضح في التنسيق بين مختلف أقسام القوات المسلحة إلى زيادة صعوبة التقدم، إذ ذكرت أجهزة المخابرات الغربية أن الوحدات المختلفة التي غزت أوكرانيا من الشمال لم تكن ببساطة مرتبطة تقنياً بشكل كافٍ، وكان على القادة اللجوء إلى الهواتف المحمولة المتاحة تجارياً والتي يسهل اعتراضها.
بدلا من القوات الكبيرة المؤمنة بشكل جيد، فقد تم إرسال الوحدات ذات التسليح الخفيف إلى عمق أراضي العدو دون دعم جوي. ووفقا لتقارير خبراء، فإن الأخطاء الاستراتيجية جنونية تماما. فالروس لا يظهرون جيش قوة عظمى، ولديهم نقاط ضعف مذهلة. المثير للدهشة أن القوات الجوية الروسية بالكاد تدخلت في الحرب طوال الأسبوع الأول من الغزو، ويعتقد الخبراء أن هذا يعود إلى نقص الذخيرة الموجهة بدقة، ولكن أيضا لأن العديد من الطيارين الروس غير مدربين تدريبا كافيا. كتب المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف مقالا اعتبر فيه أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وأنه لا داعي للاستغراب من ذلك وفق قوله. وقال في المقال الذي نشرته روسيا اليوم إن ما أسماه حرق أوروبا لجسور العلاقات مع روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا تمهد لبدء حرب عالمية ثالثة بالفعل. بالنظر إلى تسارع الأحداث، أتوقع نشوب حرب نووية أو على الأقل وضعا ملتهبا يقف فيه العالم على شفا حرب نووية في موعد لا يتجاوز الصيف وربما قبل ذلك. ووضع بالاعتبار بشأن موعد بدء الحرب العالمية الثالثة إيقاع تدهور الاقتصاد الروسي، موضحا كلما تسارع الوضع الاقتصادي في التدهور اقتربنا من حرب نووية، وتكهن أنه في حال اندلاعها حقا فإنه سواء أبقيت روسيا في هذا العالم أم لا، سواء انتصرت أم لا، فلن يكون في نهاية الصراع أي ولايات متحدة أمريكية أو غرب على هذا الكوكب، أو على الأقل لن تكون هذه الكيانات بالهيئة ذاتها أو الدور الذي تؤديه الآن. الغرب يشطب روسيا وكل الحضارة الروسية وكل ما هو روسي من التاريخ على أقل تقدير، وسيحاول محوها من تاريخ العالم، وأنه يدور الحديث عن التدمير المادي لكل شيء روسي في العالم، كما قام الرومان القدماء برش الأرض بالملح بعد استيلائهم على قرطاج حتى لا ينمو أي شيء آخر هناك. تلك هي معركة نهاية، ومع ذلك فإن روسيا تمر بمثل معارك النهاية تلك عندما يتعلق الأمر بالتدمير الكامل للحضارة الروسية مرة كل قرن، وأحيانا أكثر من ذلك في القرن الواحد، وأخشى أن ذلك سوف يتكرر في المستقبل أيضا. وأشار كذلك إلى أن خسارة روسيا تعني كارثة اقتصادية وفوضى في البلاد، ما سيوقف إمدادات الطاقة والمواد الخام المهمة الأخرى إلى السوق العالمية، ما يعني بالتبعية انهيار الاقتصاد العالمي. ستصمد الولايات المتحدة الأمريكية لفترة أطول قليلا، إلا أن الانهيار أيضا سيطالها. نشرت البي بي سي تقريرا حول تسارع وتيرة الغزو الروسي لأوكرانيا وسط مخاوف من كوارث إنسانية. تتزايد موجات النزوح من العاصمة الأوكرانية كييف، فإن عشرات الآلاف من أبناء الجاليات العربية يواجهون خطر البقاء في مناطق معرضة للدمار، وهم غير قادرين على النزوح باتجاه المدن والمناطق الآمنة نسبيا كما يفعل الأوكرانيون الذين يلجؤون لأصدقاء أو أقارب لهم، في وقت يتحدث فيه بعضهم عن صعوبات واجهت محاولاتهم عبور حدود الدول المجاورة لأوكرانيا. ووفقا للعديد من التقارير عن أحوال العرب العالقين داخل حدود أوكرانيا، فإن هؤلاء يقولون إن حياتهم انقلبت رأسا على عقب، وأنهم منقسمون بين من نزلوا للإقامة في الملاجئ وهؤلاء الذين هربوا باتجاه الحدود البولندية، في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات قوية للحكومات العربية التي يقول المنتقدون إنها تقاعست وتأخرت كثيرا في إجلاء رعاياها من الأراضي الأوكرانية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.